مديريات الميناء التجارية أن ينازل أو يقارع فليقارع من هو ند له. من هو نادي ضد التعسف؟ نادي نادي يا مناضل، نادي نادي يا مناضل، نادي نادي يا مناضل، نادي يا وزير يا مسؤول هالشي ماشي معقول، 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 يا وزير كرد فعل طبيعي أو لبيتوا هذه الوقفة اللي كيقوم بها قطاع الملاحة التجارية، جات رد فعل طبيعي للتعامل غير مسؤول والمهين لكرامة الموظف. فالموظف داخل الملاحة التجارية ولا كيحس براسه كأنه بستاني في شي حديقة ديال 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 السيدة المديرة، أو لأنه كيعتبر راسه بأنه خادمة في البيت، مع احترام الجميع للخادمات لأنهم عندهم حقوقهم ويجب أن لا يهانوا، ولكن هاد السيدة تهين هذا الموظف لا لشيء إلا لأن لعدم إلمامها بسير الشأن المرفق العمومي. فالمرفق العمومي كيطلب واحد النوع من السلاسة في التعامل، وتعامل ديال الند للند، وتعامل ديال الاحترام متبادل، احترام المواطن المرتفق، احترام الموظف العامل بالوظيفة العمومية، واحترام المسؤولين القائمين التي تم وضعهم على رأس هذه المديرية. فهاد الوقفة يمكن نجيزها في أربع نقاط أساسية نقدر نقولها لك، يعني لا سوء تدبير من قبل اتخاذ قرارات غير إدارية، تعسف استعمال السلطة، يعني كما قلت سابقا التعامل مع الموظف كأنه عبد، إهانة واحتقار كفاءة المسؤولين أمام السلطات الأخرى، يعني كتمشي عندهم كتقول لهم أنا ما عندي تحت، عندي مجموعة ديال المكلخين، عندي مجموعة ديال الناس ما كيعرفوش يخدموا، عندي مجموعة ديال الناس ما غير آخر، علما أن أقدم واحد أجدد واحد كتلقى عنده 6 سنين ديال الخبرة في العمل. الاستهداف ديال الأعضاء والنقطة التي أسالت وأفضت الكأس هي استهداف العمل النقابي، أو بلوتو استهداف المكتب النقابي، لا لشيء إلا الانتماء ديالهم الحزب المعين أو نقابة معينة، علما أن المواثيق الدولية والمواثيق الوطنية كتنص على ضرورة احترام الانتساب والانتماءات النقابية والحزبية. سيدنا نصره الله سطر على ضرورة احترام في الاحترام ديال الانتماء النقابي والحزبي لأي مواطن، لأنك يبقى هذاك حق ديالك، حق دستوري كتضمنه لك الدساتير كما قلت لك الوطنية والأجنبية. وشكرا.